السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومشاهدينا في كل مكان أهلا بكم. طبعا يا جماعة، امبارح صورنا فيديو في البصل اللي احنا فيه حاليا، وكان فيه طبعا يعني يعتبر حاجة محزنة جدا، وعرضناها وطلبنا طبعا من الناس يذكروا لنا السبب. بشكركم جدا جدا، يعني بشكر كل من اهتم بالموضوع وبشكر كل من كتب تعليق. هنشوف طبعا النهاردة الأسباب اللي كتبتها المتابعين والمشاهدين اللي كتبوها، هنشوفها طبعا ونشوف ايه السبب اللي خلى البصل بالشكل اللي احنا هنتكلم عليه ده. طبعا رفعنا فيديو امبارح، ما تنساش اهم حاجه تعمل لايك للفيديو لو اول مره شفنا، واشترك في القناه علشان يصلك كل جديد. متابعينا معودين بيعملوا لايك للفيديو ودعمهم للقناه، شكرا لكم جدا. قلنا امبارح يا جماعه البصل كله طالع عندنا بالشكل ده زي ما انت شايف، مجوز اهو بالشكل ده يا جماعه. طبعا البصل كله طالع مجوز يا جماعه بالشكل اللي انت شايفه ده، يعني دي مش مجوز بس، ده فيها اربع بصلات يعتبرها، يعني دي بذجه واحده اللي اتزرعت، والبصل يعتبر مضرور زي ما انت شايف، يعني ده لا هينفع ياخده تاجر ولا اي حاجه، حاجه يعني ملهاش اي لازمه زي ما انت شايف كده. دي برضو دي اتنين تكسم، برضو التاني تطلع على اتنين. طيب متابعينا طبعا قالوا ان البصل ده يا جماعه يعني ده يعني الاغلبيه، يعني بنسبة 80% 90% من التعليقات اللي جت قالوا ان عيب البصل ده يا جماعة بيكون عيب التجاوز، بمعنى ان انت طبعا عندك بصل مثلا مجوز زي كده، انت عندك بصل طالع مجوز زي كده زي ما انت شايف كده. التجاوز اللي جات يا جماعة جات برضو على زي ما فهمنا من المتابعين، جات من بصل مجوز، فانت لما تجيب تجاوز تجيب من حد مضمون، فده عيب التجاوز. بعض المتابعين قالوا عيب الارض، ولكن يعني انا من رايي ان هو مش عيب الارض، ده 100% عيب التجاوز. التجاوز لما تكون طالعه من مجوز، فطبعا اللي هي الحبه السوداء يا جماعه، تكون طالعه من مجوز فهترميها في الارض، بعدين تروح تشتريها من التاجر اللي هو بيجيب بذج، طبعا المزارعين اللي بيزرعوا بتطلع مجوز نفس الحكايه. فلازم لما تجيب تجاوز، بس احنا حابين يعني احنا ما كناش نعرف السبب ايه، وطلبنا المتابعين قالوا لنا على سبب ان البصل يكون بالشكل ده، فقالوا لنا طبعا شاكرين جدا جدا جدا، فاحنا لازم نقول ونطلع الفيديو عشان نفيد غيرنا، فاحنا بنحاول نفيد بعضينا، انت بتفيدنا واحنا بنفيدك وبنفيد المشاهد، اي متابع جديد بيستفاد، فيا ريت تشاركوا الفيديو، تعملوا لايك، تكتب تعليق. وبشكر جدا جدا متابعنا، ولو حد عنده اي فكره برضه يتفضل يكتب تعليق، وبرضه هتشوف تعليقات دلوقتي بتاع المتابعين اللي جات لنا، هتظهر طبعا على الشاشه دلوقتي وهتشوف التعليقات. يبقى فهمنا يا جماعه ان البصل اللي خلاه يعمل مجوز بالشكل ده ان هو يا جماعه ان البصل عيب التجاوي، عيب التجاوي، زرعه يا جماعه في الدان وجراطين عدمانه بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني قلنا امبارح في فيديو ان صاحبك عايز يبيعها للغنم، يعني شوف شوف البصله واحده فلته، يعني يعتبرها دي بصله مدوره بسم الله ما شاء الله، يعني لو الزرعه كلها زي كده دي كانت هتطلع من الارض، طبعا الكيلو كان هيخش يعني في حوالي 13 جنيه لحد 14 جنيه لو احجام حلوه زي كده، ولكن يعني دي يعني انا مشيت في الزرعه كلها والله ما لقيت غير البصله دي هي اللي حلوه ومدوره، الزرعه كلها مشيت فيها ما لقيتش غير البصله دي. طبعا صاحب الارض قال انا جبت تجاوي ب 11000 جنيه، التجاوي اللي اشتراها اشترى تجاوي يا جماعه ب 11000 جنيه، طبعا خسائر كتيره، دي طبعا مش هتتباع، ويعني يعني الزرعه دي كلها على بعضيها يوم ما تتباع يا جماعه مش هتخش في حوالي، يعني يوم ما تتباع بيعه حلوه ب 14000 جنيه كلها الزرعه كلها. طبعا يا اما هتاخدوها بتوع الغنم، يا اما ياخدوها ناس طبعا يبيعوها كده اي حاجه قطاعه، يبيعوا الكيلو بخمسه، كيلو بتلاته زي ما هتتباع، ولكن ده يعتبر حاجه محزنه جدا. بشكر كل من كتب تعليق على الفيديو السابق، وبشكركم جدا، وربنا يعوض المزارع ده خير يا جماعه، ربنا يعوضه خير، وربنا يرزق الجميع خير. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.